يا ساجعة الحمامة قلقت نومي يومي غني وقلقتني في عتيمة الليل يومي الاستاذ عبد الكريم طبعا شقيق وكان مدرس في نادي في متوسط المستند بن حارثة ولاعب كرة كنت في نادي وانت ما شاء الله فريق كامل في وجهه عبد العزيز العدول الخصم الخصم قصدي لا حنجري معاه حوار الان باذن الله تعالى ابو شيرين قبل عقاب كان في منيف كمان اي حارس ما شاء الله ما شاء الله انت لميتها كلها والله انت دفايف حتى الشخصيه الرياضيه الثانيه المكرمه ايضا مدرب وطني وكان لاعب في نادي عقاب ورجل يعني ما شاء الله تبارك الله بما سمعت عنه يعني اجتماعي جدا مع لعيبته ومتداخل بشكل كبير بل يساعدهم من جيبه الخاص الله يجزاه خير ورجل مداني لمن يأتي للتمارين يلعب وكان صارم جدا في تدريبه الأستاذ سالم بانقيطة الأستاذ سالم للأسف يعني ظروفه فلم تسمح لأن يحضر فيستلم الأستاذ فواز الشريف بدلا منه ايضا لاعب في منتهى الخلق وانا حقيقه من جيلي انا ادركته في تلك الازمنه لاعب في نادي وج وكل ما اتذكر واتذكر الاخ نبيل المصري رحمه الله عليه كانوا هم في ضمن البوتقه وذلك الفريق الذهبي فريق نادي وج اللي كان يقود الهمني وكانوا يدفعوا من جيوبهم ما هو زي الان ويسافروا على تربه ويسافروا على نادي الله يديهم العافيه كان من ضمن هذا الفريق ثم بعد كده تحول الى مدرب وطني كان فريقكم عجيب يا همني انا اتذكر كنتوا تلعبوا كوره وبعدين تمثلوا نادي وج في العاب القوى بعد ناس يروحوا تنس وناس مسرح ومسرح والنيازي يسوي لكم مسرح والله فريق في كل هذا كان معاكم عبد الله المرشدي قائد الاوركسترا رحمه الله عليه في كل هذا نفس الفريق ويدرسوا ليني كمان ويدرسوا ليني طيب هذا يعني والله رجل خلوق ولاعب خلوق كلنا نحبه الاستاذ ابراهيم الغرفي تحيه للاستاذ ابراهيم حياك الله يا استاذ الف مبروك الف مبروك حياك الله من الأشياء اللي نذكرها على ضيفه أيضا لاعب ما شاء الله تبارك الله يعني تدرج في نادي عقاب وكان لاعبا فذا أنا أشهد له وأتذكر إلى الآن مرة كنا في الرياض مع نادي الشباب
وجاب هدف والله ما شاء الله من نص الملعب، حتى نايف مرزوق وقف وكان ضدنا نايف مرزوق يصفق لهذا الكابتن، واظن قالوا لي انه في هدف ثاني جابوه في الهلال، وما شاء الله تبارك الله كمل بعد كذا واصبح مدرب ورجل خدم، صعد وش درجه ثانيه؟ وصعد وش درجه ثانيه؟ الاستاذ عبد العزيز سلامه. سلامه على الاستاذ. للأسف أنا ما أدركته، بس يعني سمعت الثناء العاطر عليه، ومثل منتخب الطائف وأيضا درب يعني فترة بسيطة الأستاذ الكابتن محمد سعد الثبيتي. حاصل على رخصة البيئة قبل شهر ما شاء الله. البيئة سوية. سلم عليك. أبو سعد صور معنا فيديو هنا. من خارج نطاق الرياضة، ولكن أيضا خدمت مدينة الطائف. هذا والله نسمع عنه الشيء الكثير، رجل بذل وقته وجهده وعلاقاته لخدمة المساجين في مدينة الطائف، ناشط اجتماعي كبير الله يجزاه خير، الأستاذ رضا علي الإدريسي. تعال ابو عادل. لا بس هذه اللفتات الإنسانية، يعني آلاف متخصصهم علم اجتماع، ولكن تخصصت في هذا الشأن وفي هذا المجال، وتروح للأسر وتروح كذا وتفكهم من السجون. من صميم عملنا. اي نعم. اللي هو متابعة أسر السجناء وتقديم المساعدات المالية عن طريق القنوات الرئيسية للبلد والضمان والجمعيات الخيرية. نعم. هذه ناحية، الناحية الثانية اللي هو العمل الرئيسي اللي هي لجنة العفو. جميل. نعم، إطلاق السجناء اللي طبعا بإشراف الأمارة ولا إيش ولا إدارة السجون؟ لا السجون وعدة جهات أخرى، الشرطة، المحافظة. طيب مين اللي يساعدكم في هذه، يعني يدفع المبالغ ويعني يفكوا ال هذه قنوات رئيسية للبلد اللي هي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية وفعل وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. الناحية الثانية اللي هو التسديد عن السجناء المدينيين. نعم. عن طريق فاعلين خير وعن طريق انت تكلمهم فاعلي الخير، تتواصل معهم؟ اي في تواصل معهم. جزاك الله خير. طبعا يبقى يعني هنا سؤال مهم كذا، اذكر لنا يعني حادثه يعني ابكثت، حادثه يعني تاثرت الى الان ما زلت يعني تتاثر منها اكيد، والحوادث الانسانيه عديده في مجالكم. والله هي كثير الحالات اللي حدثت عندنا، انه سجين في قضيه قتل زوج بنته لقاتل. الله. أيوه. وكان في امل كبير انه يتم التنازل لانه وحيد اهله قاتل هذا، وما الله اراد وتم التنفيذ فيه. لا حول ولا قوه. يعني تاثرت كل في السجن طبيعي، لانه جلس حدود 22 سنه في السجن. لا اله بعدين تم التنفيذ. طيب من خلال يعني عملك واضح انك انت يعني مطلع على في قوه وفي جهه، الحقيقه يعني كثير مننا ما هو فيها ولا داخلها ولا حتى يعرفها وكذا، يعني زي هذا اللي يقعد 22 اللي 25 اللي يعني حوادث سارت كذا في مقتبل عمره مرايق وأمضى زهرة شباب وفورة يعني يفاعة عمره ضاعت في السجن، يعني إيش من كلمة كذا ممكن يعني تقدمها لنا كأبهات كأولياء أمور كأعضاء في المجتمع؟
أهم شيء هو أن الواحد يكون على علم بمن يخاوين، يعني في مثل اللي هو الصاحب ساحب. نعم. يعني خاصة للأسف من انتشار قضية المخدرات بشكل ملفت، الإنسان يركز على ابنه وعلى من يمشي. أنت ترى أنه معظم القضايا أتت من هذا، أنه بدأ الانحراف ووصلت الانحراف من الصحبة. نعم. طيب يعني نحن الليلة يعني كرمناك، وما زلت أقول هي لفتة كذا أخوية منا لك، وما تقدم لك ما تقدم للمجتمع الطائف الكثير. هل من كلمة أخيرة كذا توجهها لأحبتك هنا؟ والله أشكر اللجنة تفاجأت بالتكريم هذا، وأشكرهم على رأسهم الأخ محمد عبد الله الحطاني بين قوسين همني. إيه. والله يوفقهم جميعا ويشكرهم على الشيء. انت قلت الهمني كذا، انا بس عشان انقل الجو الانساني كذا، ابغى شيء من المرح. تعرف ليش سميناه همني؟ لا. في احد فيكم يعرف؟ هو قالها العام الماضي او قبل عامين، سالناه وقلنا ايش سبب الهمني هذه، ليش الهمني؟ ما عندي خبر، من زميلي من الطفوله يعني. ها؟ اقول زميلي من الطفوله. زميلك من الطفوله هو اسمه الهمني ولا انت عارف السبب؟ لا مو من الطفوله اسمه. ها؟ لا. يجوز انه في العقد الرابع من العمر. اعتقد ما اعتقد انه قبل كذا. لا طيب الله يحفظك. تحيه لاستاذنا، شكرا جزيلا. الكابتن محمد عبد الله القحطاني، حبيبنا الهمني، اشهر رياضيه الطائف. توي انا مسوي تغريده تويتر وشكرت فيه وقلت هذه ربما اشهر لاعبي ورياضيي مدينه الطائف. ندين الرياضة تدين لهذا الرجل، جزاه الله خير ولا نزكيه على الله. بس شهر يا عبد الله نيازي بيش بالهمني. يقول أسرار لا تقولها، لازم يقولها عشان الله. بس يعني صعبه من صغره يعني، فنقول الهمني الهمني الهمني. محسن تعرف ليش كنا نسميه الهمني؟ هاي حتى محسن سفر لاعبنا الكبير اللي راح النادي الأهلي. يلا حكينا ليش أطلق عليك لقب الهمني إلى الآن وأنت في عمر الستين؟ ستين ولا خمسة وخمسين؟ ما زالت لاصقة فيك. يلا لا هذه عشان يتسجل. أول شيء الله يحييكم كلكم، وأنا والله سعيد بتواجدكم، وأتمنى أن السنة الجاية كل جميع يشارك، ولو في أفكار جديدة تبغوا تكرموا ناس جدد، عند أي واحد عنده فكرة للتكريم السنة الجاية يا ريت يسعفنا او يتواصل معي على الجوال. ومن كل قلبي والله اشكركم كلهم، حتى في اخوان لي زي احمد الفيصل وزي اخوي ماجد، هنا كل سنه معانا وكل سنه يشاركوا، وهم مو من اهل الطائف بس والله نقدر جيتهم وقيلهم. وفي اخوي حسن جاي اليوم شرفنا، احنا نسيناه في البدايه ما شاء الله، سامحنا اخوي حسن والله. هذا من نجوم الطائف، كان مهاجمين ناديين نجوم الاخ حسن الله يرحمه. والله إذا جميل حاضر لنا في أمسيتنا ما شاء الله، الرئيس وأفضل مهاجم. وفي شخصية برضو رياضية اليوم جاب ثوبه وإحنا زعلنا عشانه مصاب، أخونا الكبير خالد عبد الغني برضو ما شاء الله. بالنسبة لاسم همني، وأنا من صغري أي واحد يكلمني ما همني، وإلى الآن أقول ما همني ما همني أحد ولا همني شيء. كل واحد يكلمه يقول ما همني ما همني، إلى أن ضبطت عليه لقب الهمني.